لبنان إلنا وبالمحبة مننتصر ومنكسر الشر. بهالكلمات الثورية اللي وجهتها الفنانة ماجدة الرومي للجمهور من على خشبة مسرح جامعة الأنديو، استهلت حفلتها بصوت العزب والطل الملوكية. من أجل لبنان ومستقبل شبابه، إنه عنوان جمعتنا الليلة، ونشهد على رؤى وقصائد وردية من أرض فيها شمس الحب تعانق وجه الحرية. أنت أحلى وجه للبنان التاريخ، وأحلى هدية من الله الواحد الذي يجمعنا ها هنا. نشكره عليك، ومع اتحاد قلوبنا وراحات أيدينا نرحب ب ماجدة الرومي. لبنان إلنا إلنا مش إلن، نحن شهود لسيادة لبنان وحريته واستقلاله. كل واحد منا لبنان، كل واحد. أول مرة منشوف عم نطبق وصايا الرب يسوع بالجامعات المسيحية، شو رأيك بهيك مبادرة اللي حضرتك فيها إليك الدور الأول والرئيسي لما يهاجروا شبابنا، ولنحافظ على نوعية جيدة من الشباب المثقفين اللي نحن نفتخر فيه ونوجه لبنان الحضاري؟ كما يهاجروا صعب، لأنه لبنان مش بأحسن وقت ومش بأحسن ظروف. هني بروحوا صح، بس بروحوا ليساعدونا نوقف على إجرينا، ودايما بيرجعوا. اللبنانية بحبوا بلدهم، وهيدول الشباب كلهم بروحوا، وأول ما يصير مجال كلهم رح يرجع. حتى تساهم بتقديم ريع هالحفل للطلاب من خلال مبادرة فريدة من نوعها، أطلق رئيس الجامعة الأب بشارة خوري. الأب بشارة خوري رئيس جامعة سيدة الويزي أنديو. رئيس، سؤال وجيه، يعني هلأ بلشنا نحس مع هالمبادرة إنه الجامعات وخصوصا المسيحية اللي دايما عليها مأخذ إنه ما بتهتم بتلاميذها بطلابها على صعيد الأقساط، هلأ أول مبادرة منشوفها من نوعها بتطبق وصية الإنجيل: كنت جوعانا فأطعمتموني، كنت عطشانا فسقيتموني. مبادرة رائعة بنهنيكم عليها، شو بدك تقول؟ أنا بغلط شوي صغير، نحن مش أول مبادرة، مش أول مبادرة، لأنه نحن نعرف شو عم نعمل، لأنه لو ما كان في مبادرة ما كان في حدا عم يتعلم بلبنان. بس للأسف دايما منشوف النص الفاضي من الكباية. بسمع بس مش هيدا الموضوع، الواقع مش هيك. الواقع أنه رغم الأزمات ورغم التحديات قدرنا نوصل وقدرنا نحافظ، لبل نحن عم نعمل شعار ممنوع حدا يترك الجامعة مش قادر يتعلم. وعملية توزيع المساعدات بطريقة علمية وبطريقة مدروسة وبطريقة عادلة، لأنه ما بحق لنا إذا نحن بدنا نبني وطن ما نفكر بشبابنا. وإذا بدنا نفكر جديا بمستقبل الوطن، أول حدا لازم نفكر فيه هن الشباب، هن ضمانة لمستقبل الوطن. لهالسبب هيك مبادرة هي جزء من رسالة الجامعة. نحن ما عم نعمل شيء زيادة، رسالة الجامعة بالأول وبالأخير كيف نبني لبنان الغد. لبنان الغد ببلش من ضمانة برنامج تربوي ناجح، ضمانة جودة التعليم، وضمانة حياة فيها فرح وفيها حب وفيها جمال. تبنتها ماجدة اللي عودت جمهورها على العطاء، فكانت أيقونة هالزمن الرديء. الجدير ذكره إنه جوقة سيدة الويزي بقيادة الأب خليل رحمي رافقت ماجدة الغناء. دكتور أنطوان فرحات، نائب الرئيس لشؤون التطوير. نائب الرئيس، بدي أسألك سؤال، قديش بتشوفها مهمة هالمبادرة ولأول مرة بتصير إنه يكون عم بيصير حفل كبير على مستوى سيدة ماجدة الرومي لمساعدة الطلاب؟ بتعدد الأزمات اللي عم بعيشها لبنان، وأكيد اللي هي عم تنعكس على الطالب وأهله وقدراتهم على إنه يقدروا يدفعوا صوتات الجامعات، كان لابد من مبادرة
تضافر جهود بين الشركاء بالمجتمع، ونحن بنعتبر السيدة مجدة الرومي وهي بتعتبرنا انه هي شركتنا، وكانت ضيفة شرف عنا بتخرج طلابنا بمرحلة من المراحل، وعلى طول في تواصل نحن وياها. هاي المبادرة اجت بسياق تخفيف الأعباء على الطلبة. نحن هدفنا وهدفهم هو جودة المحافظة على جودة التعليم. لبنان معروف عنه أنه هو جامعة الشرق، بعدنا لحديت هلأ محافظين على هالموضوع، وبدنا نكمل نحافظ على جودة التعليم وتميز لبنان كجامعة الشرق. ولكن هذا التميز والجودة ما مكلف. طيب منزيد الكلفة على التلميذ، نحن هلأ تلميذنا بيدفع الدولار على أساس 15,000، فينا نكمل هيك؟ هن بيعرفوا ونحن بنعرف انه ما فينا نكمل. طيب قديش منا نعليه للدولار؟ 100؟ اذا حطيناه 100 مثل قيمته الفعليه، كيف بدهم يقدروا يكملوا؟ ما فيهم يكملوا. ومن الحل انه نحط ايدنا معهم مثل ما هلا عم نعمل. سو نحن هيدا هي المبادره، ومبادرات اخرى كمان مشكوره بتدخل بسياق عدم تحميل الطالب العبء اللي ما قادر حدا يساعده فيه غير نحنا وشركائنا مثل السيدة ماجدة الرومي. بالعادة الطلاب هن اللي بيقوموا بمبادرة ليساعدوا حالهم يقدروا يدفعوا أقساطهم. شيء رائع جدا. وبدك تقلي شو تأثيره هلأ على طلاب؟ تأثيره أنه رح يعطيهم دفع جديد، رح يعطيهم أمل، رح يعطيهم رجاء أنه بعد في ناس عم بتفكر بمصلحة مستقبلهم. عنوان اللقاء من أجل مستقبل لبنان وشبابه. هذا المستقبل يوم هو أمانة بأعناق كل من يبادر. تبادر الجامعة وتبادر ماجد الرومي. أنك تحل محل الدولة بالوقت الصعب هو علامة أنه أنت مفعم بقرار، بحكمة، وبقدرة على التنفيذ، وبجرأة أيضا. تجي هذه المبادرة لهيك تشكل خرق بهيك بهالكبوة يلي عم نعيشها، وتقول ايه بعد في امل، ايه بعد في رجاء، ايه بعد في ناس بيفكروا عمليا بمصلحة طلابهم. فتكاملت هالمبادرة هيدي بين رغبة الجامعة ورغبة ماجد الرومي بانه لازم نعمل شيء بليق بطلابنا، بليق بمستقبلهم، بليق بوطننا. هيدي صورة وطننا جورج، هيدي هي صورة التعاضد، التضامن، المحبة الشمولية. مديرة البرامج بإذاعة لبنان ريتا نجام الرومي، اليوم عم نشهد هيك حفل رائع للسيدة ماجدة الرومي. الكل بيعرف انه حضرتك مرت خيا، بس خبريني هيك مبادرة رائعة من قبل فنانة لطلاب جامعة، قديش بدنا عدد من الفنانين المشهورين يكونوا عم يعملوا نفس المبادرات ويحطوا ايدهم بايد الشباب ليخلوهم بلبنان؟ كل انسان، مش بس كل فنان، كل انسان عنده ارتباط بهالوطن بيوقف الى جانب شباب لبنان، لانه شبابنا هن مستقبلنا، شبابنا هن يلي رح يبنوا لبنان يلي نحلم فيه، لبنان الوطن يلي بيستحقوا انه يعيشوا فيه شبابنا. بعدين بالعلم منبني الاوطان، بالمعرفه. فحلو كتير هالمبادره من ماجد الرومي انه يكون فيها الحفل بهالجامعه، جامعه الانديو، لا يروح ريعوا للطلاب من اجل تعليم الطلاب، ايمانا منا اولا بالشباب، وثانيا بالعلم وأهمية العلم، أنه الشباب المتعلم هو اللي قادر يبني الوطن يلي منحلم فيه ويلي غنت له ماجدة من سنوات طويلة، وبعدنا عم نفتش على هالوطن الحلم يلي لازم يعيشوا فيه أولادنا ويكون على قد آمالهم وطموحاتهم ويعيشوا فيه حياة كريمة. يعني عم نشوف مبادرة فريدة من نوعها أو جديدة شوي على ما سمعنا، أنه إدارة جامعة هي توقف حتى الطلبة وتعمل لهم مبادرة لتجمع لهم يقدروا يدفعوا أقساطهم. أول شيء هذه نعم مبادرة خيرة، لأنه بتعرف كل مؤسساتنا شو همها عملت كل جهدها تتكون عم تخدم كل الأشخاص عم يشتغلوا بقلبها وعم تشتغل كل ميلهم. الأزمة الاقتصادية ما خلت حدا بخير،
وجعت الكل، فكلنا سوا بدنا نكون عم نوقف، لأنه من بوقف حد التلميذ عم يوقف حد الأساتذة كمان، تيكفوا يبقوا بلبنان ويكفوا شغلهم ما يسافروا ويبقوا، وهيدا هيدا التوجه. التوجه الثاني مبادرة كمان من قبل الست ماجدة الرومي يلي عطت من فنها ومن وقتها ومن خبرتها ومن قيمتها، وإن شاء الله هي بتكون مثال وعدوي حتى لكتار من الأشخاص اللي بيقدروا يعطوا من حالهم حتى يقدروا يخدموا الآخرين. فنحن هلأ أكثر من أي وقت مضى نحن بحاجة لبعضنا البعض. أستاذ جوني الصدي، يعني حضرتك إعلامي مشهور بهالثورة الداخلية اللي عم تطلع منك نار كرمال تشوف لبنان عم بيحافظ على حضارته. اليوم عنا حدث كتير مهم، انه اول مرة منشوف جامعات مسيحية عم تقوم بمبادرة تساعد طلابها لحتى نضل محافظين على نوعية طلاب متخصصين، وعم بي يعني عم بيخلوا الحضارة بلبنان وقفة على اجريها اذا صح التعبير، صح. مثل ما نحن منحبها ومنشوفها وبدنا اياها، صح. شو رأيك بهيك مبادرات؟ قدي بحاجة لكل الجامعات يغاروا من الانديو هلا حاليا بالفعل. وكل الفنانين المشهورين اللي احوالهم المادية الحمد لله ميسورة، انه يكونوا كمان عم بحطوا ايدهم ويساعدوا لشبابنا ما يهاجروا. يعني مثل ما ذكرت زميلنا جورج، لازم تكون الـ 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 يحسدوا بعضهم ايجابيا، اذا استمعنا كلمة غيرة من بعضهم ايجابيا، تكون هالغيرة الايجابية لمصلحة التلاميذ، لمصلحة، وخاصة انك ذكرت الجامعات المسيحية. هلا بالجامعات المسيحية في مكاتب لمساعدة الطلاب، ولكن هالحفلة الليلة بالانديو شغلة رائدة حلوة، بمبادرة حلوة كتير مثل ما قلت انت، فنانة معروفة ووطنية مثل ماجدة الرومي بدأت تساعد الطلاب، عملوا هالحفلة، في ناس كتير اجت عم تتبرع مش بس بحق التيكت، يعني بأكتر بكتير لدعم صندوق مساعدة الطلاب، لأنه بالفعل نحن بحاجة لمساعدة هالشباب حتى ما نخسرهم بالجامعات الخارجية أو يحاولوا أنه يهاجروا من البلد إلى غير رجعة. شكرا NDU، ومنشجع الجامعات الأخرى المسيحية واللبنانية أنه كمان يعملوا نفس المبادرة اللي معمولة الليلة، وهي احتفالية حلوة كتير مع ماجدة الرومي. مدام سمر، يعني قديش حلوة هالمبادرة ورائعة أنه الست ماجدة تحط إيدها هيك بإيدين الطلاب الجامعيين لا يقدروا يكملوا اختصاصاتهم بالوقت اللي ما بقى فينا ندفع أقساط لأولادنا. 100% اللي حضرتك تفضلت فيه. أول شيء بدي أقوله أنه ست ماجدة الماجدة ست عظيمة جدا وما بيقتصر، يعني هيدا منه شيء جديد عليها، ونحن وإنتو كل الناس بتعرف وبتشتغل على طريقة أنه ما تخلي إيدك اليمين تعرف شو عطيت إيدك الشمال. كتير حلو وكتير مهم هالشي اللي عم ينعمل بهالظرف يلي عم يمرق فيه لبنان بالتحديد، ويلي عم يمرقوا فيه الطلاب اللبنانيين بالتحديد، وكلنا عم نعرف وضع الجامعة اللبنانية شو عم يضطروا كلهم يتحولوا لجامعات الخاصة. فبالتالي في اللي تقدر خلينا نقول صار عند الناس أنه توفي هذا الموضوع. المبادرة اللي عم تعملها ست ماجدة ولا أروع من هيك، ولا أسمى إنسانيا وثقافيا وعلى المستوى التربوي. بنتمنى أن تكون بادرة خير وفاتحة لغيرها كمان من الفنانين يلي كتير منحبهم كلهم، ويلي ما حدا منهم مقصر بحق البلد، بس بيسوى نلتفت لشوي للطلاب وللشباب يلي للأسف قد ما عم يصير فيه تسرب، سواء كان مدرسي وسواء كان تسرب جامعي، عم نخسرهم بالهجرة، والأسوأ من هيك عم نخسرهم بالهجرة غير الشرعية، عم بيروحوا يا قتل على المعابر الحدودية، يا عم بيروحوا غرق بالبحر للأسف بسبب قلة القدرة، وعم نخسرهم بالانحراف. يعني بنعرف نسبة المخدرات قد ايه صارت عالية، نسبة البطالة، نسبة الانتحار، كله بسبب قلة الحيلة. فهيك مبادرات بتحمي مجتمعنا وبتساعد شبابنا انه على القليل يضلوا بالبلد، لانه عم نخسرهم. استاذ جوزيف، حضرتك اكثر واحد ممكن يساله عن صفات ماجدة النبيلة، خصوصا مع هالمبادرة الليلة لتوقف حد الطلاب ليقدروا يتابعوا اختصاصاتهم. مش جديد على ماجدة الرومي هيدا الشغلة. ماجدة كل حياتها نادرته لحقوق الناس، للعطاء وللمحبة، وتتبشر انه في اله سلام بحب الناس مش بعقبهم وبقصصهم. هي اكبر ايقونة لهالعلامة انه الله محبة ونحن لازم نكون محبة، هذا هدفها. ده صار لك مش عطيها شي جديد؟
مش كتير من زمان، كان آخر شيء مهرجان الأرز، عملنا أوبريت على الأرز. شددت السيدة ماجدة بكلمتها على أهمية التضامن بين اللبنانية وشجعت على التغيير بعتب على الصامتين. كل واحد يعتبر حاله مسؤول أول عن لبنان. مين قال لحروب دبابات بس؟ ما الحروب كمان ثقافة وفنون جميلة وإعلام حر، ولا ما كانت انقتلت الناس صار اسمها شهداء. بدور الإعلامي ماجد بوهدير رحب بالنجم المتألق ماجدة بكلمة شكر وتقدير. تثقفهم، تبنيهم، ترافقهم، وتهتم بهم بأمانة ولا تتخلى عنهم. ودعا رئيس الجامعة الأب شارع الخوري لتقديم هدية التكريم. مساء لبنان وشباب لبنان، بل مساءك يا أيتها السيدة الماجدة، يا من اخترقت اسما وفما وفنا بمجد لبنان، فأهلا بك وأهلا بكم يا شباب لبنان ويا عشاق ماجد الرومي في الجامعة، في الجامعة التي تحب لبنان وشبابه وماجد الرومي أيضاً وكثيراً. وبصراحة أنا في حيرة في أمري، فعندي كلام مثير في هذه العشية ولا أدري كيف أقوله ولا كيف أبوح به ومن أي منطلق أتكلم، أم من منطلق رئيس لهذه الجامعة، أم من منطلق مواطن لبناني مؤمن بلبنان رغم كل شيء، أم من منطلق مسؤول مراهن على الشباب في صياغة مستقبل الوطن، أم من منطلق راهب يحمله صوت ماجد الرومي إلى محراب السماء حيث يكتشف المعنى الآخر للصلاة والعمق الأصدق للمحبة والبعد الأحلى للجمال. لست أنت، وأنت التي حولت حزني إلى رجاء. كل ما أعرفه هو أنني معكم الليلة في لقاء فيه شيء من كل شيء، فيه كل ما في غناء ماجد الرومي من أشياء أقلها السحر والدفء والأمان، فيه الأمل والرجاء، الثورة والسلام، الحب والعشق، الصداقة والكبر، فيه الوطن الجريح والعاصمة الحزينة، فيه الغضب والانتفاضة، فيه العصافير وأطباق الياسمين، القلوب النابضة والأحلام الكبيرة. بيقول مارولوس برسالته الأولى لأهل كورنثوس: إن كنت أنطق بألسنة الناس والملائكة وليست في المحبة، فإنما أنا نحاس يطن أو صنج يرن. أدي حلو هالحكي، وأدي فعلا الإنسان ما بيقدر يكون إنسان إلا بالمحبة، بس ببلد نحاس يطن والصنج يرن صعب تحكي محبة، لما نكون عم نحكي عن علاقتنا مع مسؤولين وبحدد بالذات المتورط منهم
بدمنا ودموعنا، وهن سامعين صريخ وجعنا وشايفين بأي مصيبة نحن، ومش سألانين كأنهم هن مسؤولين بغير مدينة بغير مطرح، أو مسؤولين عن حاله. صعب تحكي محبتي، والأصعب تفهم كيف الناس فضيوا هيك من إنسانيتهم. ليش خانونا؟ ليش خانوا الشعب؟ لبنانية كانوا بيقدروا يعملوا كتير في لبنان لو انفتح لهم مجال. ليه خانوا لبنان؟ ليه وصلونا لهون؟ وصلنا بالصدفة؟ لا، في سيناريو سياسي محكم طبق علينا من أول الحرب، يمكن من 69، كتبوه محترفين بكتابة سيناريوهات سياسية تطبق على الشرق العربي كله مثل ما شايفين بكتير دول عربية. والهدف قد ما بيقدروا يفضوا الأرض من الناس بكون كتير منيح، من أهلها يعني، ولقيوا دايما متوطئين معهم منا ضدنا، وهم ألد أعدائنا. والباقي شايفين وساكتين، أو شايفين ومش قادرين يعملوا شيء. بكل الأحوال النتيجة واحدة، القرار اللبناني الحر مصادر منا. شو نعمل؟ نبكي على الأطلال ولا ننطرهم يبعثونا بالبواخر مثل ما كانوا عم بيقولوا لنا، ولا يهجرونا كلنا وهذا هدفهم ويفضل الأرض من أهلها؟ والهدف الأول لهم غير أنهم يفضلوا الأرض، يضربوا كل تفوق بلبنان. ممنوع الزهر نكون متفوقين، ممنوع. والنتيجة شو نعمل؟ نقعد ننطرهم ببيوتنا هيك؟ لا لا لا، بعد الورقة الأهم بإيدنا نحن تنواجههم فيها، في وحدة عيالنا. هاي ورقة مباركة ما تسألوا فيها، ما في مغترب ما عم يتطلع بأهله بلبنان السنة، ما في عائلة ما عم يتضامنوا أفرادها تيواجهوا هيدي المصيبة. وبعض الناس للناس، وبعض الدنيا بخير. النتيجة أولادنا بعدهم بالمدارس، شبابنا بعدهم بالجامعات ولو بتطوع الروح، بس بعدهم. راية الثقافة والفنون الجميلة والإعلام الحر بعده عالي ومرفرف رغم اللي قتلون، عالي ومرفرف. وبعده لبنان منارة الشرق العربي كله، وبعده الرائد بكل مجال، وبعدها طرقاتنا مليانة ناس مكملة طريقة صوب المستقبل، وشواطينا وجبالنا ومطعمنا مليانة محتفلين بالحياة ومغتربين رجعين على قلوبنا على بيوتهم مثل دايما. والمش محتفلين والمش مبسوطين والقاعدين ببيوتهم عشمعة سهرانين، على القمر سهرانين، على ولا شي سهرانين، لأنه تعبوا منه هذا المسلسل ما بيخلص. هيدول حلقات الدمار والخراب والموت اللي بضلوا ماشي بضلوا ماشي بضلوا مكمل معنا من 75 لهلا. بدنا نعيش، الناس بدها تعيش. ما تسألوا ليش الطرقات مليانة ناس، ليش المطاعم مليانة ناس، ليش الدنيا فيها مغتربين. بدنا نعيش. الأرض ما تخافوا على الأرض، مع وقت ترجع. لبنان عمره أزل، مع وقت يسترجع قراره الحر، مع وقت، مع وقت لبنان يسترجع قراره الحر المصادر منه. عمره أزل، طوى كل الاحتلالات وبقي هيك بيقول التاريخ. ومن هلا لوقتها، ما بعرف أنتين وقتها، عوقتنا عوقت أولادنا عوقت أحفادهم ولا أحفاد أحفادهم، بكفي يكونوا جامعاتنا ومدارسنا مفتوحة
وراية الثقافة والفنون الجميلة والإعلام الحر مرافرفة. نعترف أمام الله الواحد نعترف أننا كنا ممكن غارو وكان جمالك يؤذينا نعترفه.